جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.